بسبب التجاذبات الإقليمية والتجاذبات الدولية. ملف الحشد للأسف الشديد تارة يسيس وتارة يقحم في صراعات وفي غنى عنها. العراق خرج جريحا مثكلا بالجراح بعد حققها على داعش، وهناك توصيات من قادة النصر قبل أن يستشهد الأخ أبو مهدي المهندس حذر من حالتين: أولا إقحام الحشد بمغامرات إقليمية وأجندات خارج الوطن، وإقحام الحشد في عالم السياسة، وقد تحدث ما حذر منه. للأسف الشديد أصبحت معادلة الحشد بغلافها الحكومي، نحن نعلم بأن الحشد هو جزء من المؤسسة العسكرية ظاهر ويخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولكن لا يخضع على أحد أن هناك وجه آخر للحشد مرتبط بأجندات خارجية إيمان منهم بالعقيدة التي تعبر الحدود. هذه تحديدا، هذه الجزئية هي من تقحم العراق فيما سيكون في الوضع الإقليمي القادم. إذا ما عالجنا هذه الجزئية وأخضعنا الحشد بقدر جميع وبشكل حقيقي إلى سلطة المؤسسة العسكرية وبإدارة عسكرية حقيقية، لا إدارة حزبية، لا إدارة ميليشياوية، سوف نقنع العالم بأن الحشد منظمة عراقية عسكرية بالكامل. وإذا إذا لم يتم معالجة هذا الأمر برأيك، ما هي النتيجة؟ هذا الأمر يخضع لإرادة السيد السوداني. يجب أن يجلس مع قادة الفصائل المسلحة، يجب أن يشعرهم بحجم الخطر الذي لا يقوى عليه العراق حاليا، لا اقتصاديا ولا عسكريا. ما لنا وما الأحداث التي تحدث في سوريا، ما لنا وما الصراع الإيراني السعودي في الفترة السابقة، إن تصالح تصالح في العراق وإن تخاصم تخاصموا في العراق. كل الأمور التي تحدث في الدول الإقليمية تنعكس سلبا على العراق. ما الذي يجعل العراق ملعبا لولا قادة هذا الملعب؟ العراق أصبح ملعبا للنفوذ الدولي، ملعبا للنفوذ الإقليمي بفضل قادة العراق وحكام العراق. الغلاف الذي يغلف به كلام الزعماء بأن أمريكا سبب الشر، بأن أمريكا كذا كذا، هذا لا يقابله كلام آخر يجب أن يكون منطقيا، لأن إيرانها أيضا نفوذ داخل العراق.